بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. شفت لكم فيه الكسرة يابسة خسة، كسرة يابسة ما هو ملح. كاين اللي يشتي كسرة يابسة ما هو ملح، وكاين اللي يشتي كسرة مرخصة. حنديرهم لكم انا اليوم في زوج، واحد يقول لك كسرة ما هو ملح، وواحد يقول لك كسرة يابسة، كسرة مرخصة، كسرة يابسة مرخصة. نعطي لكم كيف نديرو في زوج الكسرة اليوم. هاد المكونات تاع هاد الكسرة: دقيق، سبيد، ماء، زيت، ملح. انا راح ندخل لكم اليوم فيها، نحط لكم شويه حليب غبرة، بودره الحليب كما تحبوا، تحبوا تحطوا تحبوا ما تحطوش. هذه زدتها من عندي. نروحوا للتحضير، نروحوا لطريقة التحضير. بسم الله نبداو. الخبزة تيجي فيها 450 غرام. انا نعت لكم طريقة سهلة، ما كانش اللي ما عندوش الباط تاع لابيل هكذا. نعمرو كيما يجي معمر مليح، عمروه بالدقيق هكذا كيما يجي معمر مليح، حتى هكذا شوية طالع هكذا. خبزة هكذا تجي 450. هادو زوج خبزات، هادو زوج خبزات. الخبزة تاعي نبداو بالكسرة تاع ما وملح. كاينين اللي يشتيو الكسرة ما وملح، نحطو مغرفة لكل خبزة، نحطو لها مغرفة من هادي هكذا تاع هكذا هكذا. ونحطو كل خبزة، زيدو نحطو لها شوية، ولا تحطو مغرفة برك هكذا، مغرفة هكذا حليب غبرة. تحبو ما تحطوش، هادي زدتها من عندي، موالفين نديروها بلا حليب. ونحكمو نجمعوها درك، هادي نجمعوها بالماء حتى تجمع لنا تولي عجينة مليحة. تتلم معنا العجينة تاعنا هكذا كيما تلاحظوا، لموها بالماء جمعوها. بعد نبداو نعجنو فيها هكذا، هذا يدك هنا منا هكذا هكذا، تقطعي وتعجني هكذا. هذه العجينة تاع الكسرة قطعوها من بعدها هكذا، نعجنو ونقطعو ماشي كيما تاع السمنيات اللي عندها العجانه تحطها في العجانه وتعجنها مليح حتى تولي لها ملساء، تولي تقرص هذوك الخبيزات تاعها. انا درت لكم اليوم هذو زوج خبيزات برك، تولي تقرصها هكذا كي تستعجل لك مليح. قرصيها هكذا، قرصوه مليح هكذا. نحطوها في شكارة تاع نيلون، لطرف نيلون، ونخليوها ترتاح. ونكونو شاعلنا الطاجين تاعنا، ومن بعد نعطيكم درك كيفاه درك نزيدو نعطيكم ستا كيفاه نديرو العجينة تاع الكسرة يابسة مرخصة. نزيدو نبلو درك العجينة تاع الكسرة يابسة وهي مرخصة، نحطولهاش الخميرة ونطيبوها في الطاجين مسرح، ماشي كيما هاديك في الطاجين مرقوم نقب. حطو هكذا وحدة كيما في الكسرة اليابسة بالماء والملح. كاين اللي يقولو كسرة يابسة، وكاين اللي يقولو كسرة ماء وملح. هكذا حطينا ثلاث خبزات، هذه المرخصة تاع يابسة وهي فيها الزيت. نحطو الملح، كل وحدة نحطو لها مغرفة كيما هذه تاع القهوة كيما شفتيو في اليابسة هكذا مغرفة. احنا هنا درنا ثلاث خبزات كبار، ثلاث خبزات نحطو لها مغرف كبيرة، شوية هك لهادي وشوية لهادي، مغرفة تكون كبيرة شوية. الحليب غبرة، نحطو الزيت. الزيت يعني كل وحدة وعينها تبسس. انا نحط لكم اليوم هادي، نحط كل خبزة نحط لها زوج مغارف. انا درت ثلاثة، نحط ستة، زوج، ثلاثة، أربعة،
خمسة ستة. انتي بسي وشوفي اللي شتيها تجي شويه مرخصه، يزيد شويه زيت، يحط حتى لثلاث مغارف. اللي ما يشتيهاش فيها الزيت بزاف ما يكثرش، يحط زوج مغارف في الخبزه هكذا ونبسوها مليح. درك نجمعوا بالماء هذه تاع لا كي تندخلوا الزيت هذاك مع الدقيق مليح مع السميد. بعد ما تبلت تلم معنا مع العجينه هكذا كيما تلاحظوا تلم معنا هكذا، نعجنوها بنفس الطريقه تاع الكسره يابسه ماء وملح هكذا. نقطعوها هكذا ماشي تليديها، ما نديرولهاش هكذا مش هك هك ونبرمو هكذا، دير لك فيها بزاف الفقيعات هذيك تجيك مشلويه هكذا بزاف. قطعي باه ما تجيكش مشلويه. نعجن الكسره تاعي مليح حتى تعجن لي تولي لي ملسه مليح. عجني وقطعي، من بعد نقرصها نحطها ترتاح بربع ساعه ولا درجين، ومن بعد نعطيكم كيفاه نطرحوها وكيفاه نطيبوها. بعد ما نزلت معانا خليناها ارتاحت 10 دقائق حتى 15 دقيقه، نطرحها دائرية مخشينة مرقيقة تجي مليحة. تحبوا تديروها بيدكم هكذا كيما نطرحو زمان هكذا كيما نطرحو بيدينا هكذا. اللي ميحب موالف بالحلال يحكم حلال ويطرح بالحلال هكذا حتى تولي له دائرة مليحة. كاين اللي يحب الكسرة هادي رقيقة وكاين اللي يحبها متوسطه مرقيقه مخشينه، كل واحد كيما يحب. هذيك انا ها السمك تاعها هكذا ها هكذا، نحطها في يكون الطاجين تاعك سخن لك وتحطيها في الطاجين. تحط الطاجين تاعك سخن تشوفي الطاجين تاعك هكذا بشويه ما كي تلقاه سخن لك ارمي الخبزه تاعك هذيك اللي طرحتها، ارمي الخبزه تاعك هذيك اللي طرحتي هكذا، بديها مليح هكذا يكون الطاجين تاعك سخون. ركبيها بكوردون هكذا ركبيها مليح باش ما ديرلكش فيها هذيك البايل هذوك باش ما ديرلكش ما تجيش مبقعه. ركبيها هكذا قلبيها هكذا، هذه كسرة ماء وملح. حكي عليها بالطرف تاعك تاع الكوزينه تاعك هكذا، حكي عليها مليح النص بدايه النص، زيدي معاك جوانب، زيدي نقبيها من هنا ثاني هكا كي تقلبيها، زيدي نقبيها على الوجه هذا نقبيها مليح. هذه اللي تجي ماء وملح تجي فيها دير فيها هكذا نقبيها باش ما ديرلكش فيها بزاف، وخليها هكذا تطيب بعدي ساعة ساعة حرفيها حرفي دوري شوفي منو من حتى تطيب لك بكل كيما من هكذا هكذا، تقعدي تحرفي فيها هكذا حتى تطيب لك كيما تطرحتي هكذا. زيدي قلبي على الوجه هذاك وقعدي حرفيها هكذا دوريها هكذا دوري حتى تطيب لك مليح كيما هذه الجهة، نحيها حوشيها. مع بعد ما تطيب الخبزة تاعك الأولى حطي الثانية في الطاجين وحوشيها هكذا مع الجناب هكذا، حرفيها مع الجناب حتى يحمروا لك الحواف تاعها هذوك الجناب تاعها حتى يحمروا يطيبوا هكذا كيما تلاحظي هكذا يحمر الجنب تاعها هكذا. حرفناها تحت الطاجين الحراف تاعها، نحيولها هذا الحراف هذا تاعها نكرشوها هكذا بالموس فيها وقصيها قدميها كيما تحبي تحطي تقطيها. هاي الكسره تاعنا واجده، هذه تاع اللي حطينا لها ماء وملح، وهذه تاع اللي حطينا لها شويه زيت زدنا لها الزيت
ما درت لكمش الملاحظه هذه في الاول. لازم الطاجين تاع الطين هو اللي يطيب الكسره مليح، ماشي الطاجين تاع الحديد. الطاجين تاع الحديد نديرو فيه السمنيات، نديرو فيه الفطير، والطاجين تاع الطين طيبوا فيه هذه الكسره والكسره تاع الخميره. الكسره رخيص نطيبوا فيه تاع الطين، تجي الكسره تاعو تجي مليحه، تجي طيبه مليحه، تجي كما تشوفوا طيبه حمراء مليحه كما تلاحظوا. هذه تاع الزيت، وهذه تاع الزيت، وهذه تاع الماء وملح. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتجيكم مليحه. واللي اول مره يشوف الفيديو تاعي ما ينساش الاشتراك في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.